سيد الرئيس، نعرب عن خيبة أملنا إزاء الإجراءات التي تمر بها المنظمات غير الحكومية للحصول على الصفة الاستشارية التي تتيح للمنظمات غير الحكومية الحضور في مختلف آليات الأمم المتحدة، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. لجنة المنظمات غير الحكومية تتكون حالياً من دول أعضاء لا تسمح للمنظمات غير الحكومية بالعمل على أراضيها فحسب، بل تتكون اللجنة أيضاً من دول مستعدة أن تكون متورطة في أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. قد يكون أعضاء اللجنة دولاً تحتل أراضي الآخرين بشكل غير قانوني، أو تهاجم دولاً أخرى عسكرياً دون تفويض من الأمم المتحدة، أو تجوع شعوباً بأكملها عمداً لتحقيق أهداف عسكرية لا يمكن تحقيقها، أو يمكن أن تكون أولئك الذين يستهدفون ويقتلون بشكل منهجي المدنيين الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال. ويمكن أن تكون اللجنة من دول تسعى إلى تأخير منح الصفة الاستشارية إلى أجل غير مسمى من أجل تأمين صفقات تجارية ومشاريع بقيمة مليارات الدولارات أو عقود عمل لمواطنيها أو لاستلام قروض بدون فائدة. السيد الرئيس، هذا هو الوضع الحالي في لجنة المنظمات غير الحكومية. ندعو المجلس إلى النظر في هذا التضارب الظاهر ووضع الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، وشكرا. أشكركم.